يا رسول الله خذ بيدي أمرت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق البراق سرى طاهر الأخلاق والشياب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي يا رسول الله خذ بيدي وعلينا زادت المنة الله الله دخلنا روضة روضة الجنة وعلينا زادت المنة الله الله دخلنا روضة الجنة وصلينا بها السنة الله الله وعم الكل بالنعم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجه يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل نظرة يا أكرم الرسل وبفضل حل لعقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا قسما بالنجم حين هوى المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى عفا وسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي الله خذ بيدي الله.
الله الله. هلالك كم تحن له القلوب الله. وفكرك كم يردد يا حبيب الله. وكم باتت بحرقتها عيون يؤرقها التأوه والنحيب. إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفعل حسرته يذوب. فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب. قمر من فوق غصن نقى يجلي سبحان من خلق. قمر من فوق غصن نقى يجلي سبحان من خلق. هذه الأكوان طلعته كل من قد هام فيه رحم.